السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين أثر الثقة الأوفياء. مرحبا بكم في هذا الفيديو. لله يبارك خاوتنا، راه قرب رمضان، قرب سيدنا رمضان، وراح بإذن الله نشوفوا اليوم لي طابل صالا مونجي، وثاني خاوتنا تشوفوا معنا لي طابل دو كويزين. هكذا خاوتنا، الأسعار اللي راح تشوفوها والخدمة اللي راح تشوفوها خاوتنا ماشي كاع مشكل، رانا هنا تعجبكم أي حاجة نساعدوكم. والتوصال على محل أثاث الثقة 48 ولاية. استمتعوا معنا بليزيور موديل تاع لي طاب صالا مونجي، أكثر من 10 لي موديل خاوتنا، ماشي راح نرقموهم بصح أكثر من 10 لي موديل. لي طاب دو كويزين بليزيور موديل خاوتنا، واش راح نشوفوا؟ كلش في البواتر، في لو اتر، حاجه لي تريزيستي ميم لي شيز خاوتنا، طري سوليد. نبداو على بركه الله بهذا لا طابل صالا مونجي راكم تشوفوا فيها دركا هنايا خاوتنا. هذه استكراس سي شيز، شوفوا لي بيتا واحا من تحتها، خدمه توجور خاوتنا سولون لي نورم، حاجه طري سوليد. ميم شوفوا من الاعلى كيفاش مخدومه بالزجاج تانتي، ميم لهنا تشوف لو بوا. الله يبارك خاوتنا، هذه راهي في الاتر. شوفوا لا شيز تاعها، لا شيز تاعها ثاني كامل خاوتنا في الاتر، كامل بوا اتر. تفضلوا خاوتنا، لي كولور تاع لي شيز كنتو تشوف معانا، تشوفوا معانا البيج والمارون هو لي دوميني، يقعد توجور هو لي دوميني. علاش؟ على حساب لي صالون تاعكم وكاع. دركا خاوتي درنا لكم دوطر كولور بالنسبه للكابيتوناج، دوك تشوفوهم الجهه اللي بالنسبه لدوطر صالا مونجي. هكذا حبابنا خاوتي، السعر تاع هذا طاب صالا مونجي هو 11 مليون و800، 11 مليون و800 ب 11 و 800. الله يبارك، كاين بليزيور موديل لازم نلعبو خفيف. شوفو من تحت طري سوليد، ما تخموش كاع من ناحية الصحة، خمو برك من ناحية الديزاين. ما نقدرش نناقشكم في الأذواق تاوعكم خاوتنا. نروحو لهذه يا خاوتنا، هذه جاية دائرية، هذه ستيل جيتار ولكن دائرية، هذه فيها ست كراسي خاوتي، ست كراسي. هاليكم لاشيز تاعها، شوفو الكرسي تاعها كيفاش مخدوم، مخدوم ثاني انكليني في الآتر. وتفضل شوف الكابيتوناج، كابيتوناج خدمة تاعو طري بيان فيني. ميم خاوتي شوفوا لا فينيسيون تاع لو بوا. بالنسبة للطابل خاوتنا جاية تانتي، الزجاج، الزجاج تاعها، وشوفوا البيت تاعها كيفاش مخدوم، خدمة طري سوليد. الله يبارك خاوتنا، السعر تاع هذا لاطاب صالا مونجي هو 11 و800، 11 مليون و800. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، رانا فاتحين يوميا حتى الجمعة نخدمو، ماشي كاع مشكل. واروحوا خاوتنا، واللي ما يقدرش يلحق يتصل توصلوا طاب تاعو في داره ويخلص في داره. الارقام كامل راهي في اول تعليق مثبت وفي وصف الفيديو، ونعطيكم الرقم تاع موبيليس ماشي مشكله دوكا 0665 256 40 40. عندكم ثاني خاوتنا هذا طاب صالا مونجي، هذه خاوتنا راهي برودوي لوكال وفي الاتر، بوا اتر، فيها قاعده زجاجيه بالزجاج نوار كيما راكم تشوفوا فيها. هاوليكم لاشيز تاعها، تفضلوا خاوتنا الكرسي تاعها ما شاء الله. خاوتنا شوفوا برك الكابيتوناج تاع لاشيز كيفاش مخدوم، بزاف هايل هنا سيرتو هنا خاوتنا. يعني نقول لكم على هذه مطروزه الله يبارك، وخاصه الظهر تاعها. تفضلوا شوفوا الظهر تاع الكرسي، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. لا فينيسيون ما نحكي لكمش، مرايه خاوتنا. نزيدوا نروحوا الموديل اخر، قبل ما نروحوا الموديل اخر شوفوا هنا كيفاش مخدومه، شوفوا لهنا الله يبارك. هذه السعر تاعها هو 12 و800، 12 مليون و800، 12 و800. ان شاء الله خاوتنا كامل نجوزوا رمضان في الراحه والحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يوصلنا رمضان ان شاء الله. خاوتنا هذه كاين، هذه في الدائريه فيها كاتشيز ربع كراسه، كاتشيز هذه اما واحد ما عندوش غاشي بزاف العائله تاعو، اما عنده الضيق، هذا هو الحال. ربع كراسي في لي نورم خاوتنا، شوفوا لي بي تاعها ما تحتاجش حشابين. سي فري كاتشيز، سي فري كو ماهيش كبيرة بزاف، بصح لي في حاجة مهمة، حنا نخمو أنك راح ترفد عليها ثقل، ترفد عليها بزاف صوالح، سيرتو لاشيز خاوتي، نأكدو على لاشيز. شوفوا الكرسي تاعها كيفاش مخدوم، هايل بزاف، مخدوم بيي غازيل من تحتها، في لو آتر كالعادة. هاوليكم لو كابيتوناج، قلت لكم لحد الآن بدات الحالة تتغير شوية، كنتو تشوفوا معنا غير البيج بالمارون، البيج مخلط بالمارون. هاوليكم هاد لاكولور اللي دخلت جديدة، ما شاء الله خوتي. السعر تاع هاد لاطاب صالا مونجي هو 7 ملايين و800، 7 مليون و800، ونساعدو خوتنا ماشي كاع مشكل. هاوليكم خوتي هاد لاطاب صالا مونجي دوبل با، دوبل با هذه يا خوتي، السعر تاعها 11 و800
هاد لاطابل عزيز علينا بزاف في المحل. شوفوا خاوتي عفوا لاشيز تاعها كيفاش مخدومه، مخدومه كابيتوني في القاعده وفي الظهر، مخدومه سكيورتي من تحتها. كي نقول لكم عزيز علينا معناتها صح عزيز علينا، خدمه تاعها بزاف هايله فلامي، مخدومه بال 45 لهنا وفيها لهنا ايطاجير باش تحط كاش سنيوه ولا قاعده زجاجيه. سما كل المميزات فيها. هذه كما نقول لك لا توت خاوتنا السعر تاع هذا طاب صالا مونجي وحده شو 800 قلت لكم 11800 ونساعدوكم خاوتنا ماشي مشكل فيها في النقل ماشي كاع مشكل. عندكم خاوتنا هذه هي الايفون الغنيه عن التعريف، لا طاب صالا مونجي ايفون راهي غنيه عن التعريف. ثاني استكراس خاوتي سي شيز الكرسي تاعها في الاتر، هذا الستيل تاع الكرسي معروف معروف بزاف، وبزاف لي شيز تاثروا عفوا بزاف لي طاب صالا مونجي تاثروا بهذا لو ستيل ولاو يخدموا لا شيز في هذا لو ستيل. سيرتو الكابيتونا شوفوا هاد لا كولير بزاف هايله، ماي مارو ماي بيج كي العاده في الاتر. السعر تاع لا طاب صالا مونجي الايفون المحبوبه ب 10 ملايين 800 برك، ونساعدوا خاوتنا ماشي مشكل. برك اخوتي نزيدو نشوفو دوطر موديل في السي شيز ونروحو لوحده في الويشيز. هاي ليكم دوك نروحو ليها اخوتنا، ومازال كاين الخير تحت ثاني في السي شيز، مازال كاين الخير. هذا الفيديو اخوتي راح يكون جد ممتع كونه راح يكون شامل وملم لعدة موديلات. عندكم ثاني اخوتنا هذه في الاستكراسه، هذه راهي سي شيز هكذا احبابنا، فيها 160 امتر 60. الناس اللي عندها الذيق تفضلوا شوفوا لا طابل صالا مونجي كيفاش مخدومه. لي بي كي العاده كبيره ولا صغيره، البي يقعد كبير البي يقعد توجور سوليد. نفكروا في اي حاجه خاوتنا، الزاج تاعها مخدوم تانتي، وهايليكم الكرسي تاعها، الكرسي تاعها ثاني مخدوم اون بوا اتر خشب الزان كابيتوناج في المارون فونسي هايل الله يبارك. السعر تاعها هو 10 ملايين و 800 دي مليون 800. هذه كي تديها ما شاء تتعبش تماري معها. ها ليكم هذا لونسومبل بايو ارجونتري ما علاقاش معها، يعني ماشي اتولي وحده ولكن جمعها هايل، جمعها هايل بزاف. نزيدو خاوتنا نروحو لواحد اخرى في استكراسه وسومتها بزاف معقوله سما لافير. عندكم هذه خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها استكراسه، شوفوا لي بي تاعها مخدومين فلامي، لي كوتي تاعهم ثاني تاع لا طابله فلامي، فيها القاعده تاعها هنا خشبيه على اليمين وعلى اليسار، وهنا في الوسط قاعده زجاجيه خاوتنا. شوفوا لاشيز تاعها مخدومه انكليني شويه، تفضلوا شوفوا كيفاش مخدومه هنا انكليني شويه. كما راكم تلاحظوا كابيتوناج في المارون. السعر تاع هذا لا طابله صالا مونجي هو 9 ملايين و 800. كي تجي تشوف الخدمه وتجي تشوف السعر تستاهل اكثر، تستاهل اكثر. دائما نقول لكم خاوتي ما تشوفوش لي بري في الموب، شوفوا الحاجه اللي عجبتكم، السعر ماشي دائما يقول الصح. هكذا خاوتي تفضل شوف الظهر لو دوسي تاع لاشيز خدمته بزاف هايله. هكذا احبابنا السعر تاعها هو 9 ملايين و 800 برك، ونوصلوها لكم ماشي كاع مشكل. دوكا نروحوا لهذا الموديل في الويشيز ونزيدو نشوفو دوطر موديل، ومع التالي راح نشوفو مع بعض لي طاب دو كويزين خاوتنا. شوفو هذه في الويشيز كبيرة كبيرة كبيرة، هذه لي فامي نومبروز اللي يحب يديرها، يعني يحب يزيد يدي كراسة زيادة قدر الله انه راح يستضيف بزاف ناس. ليك البي تاعها دايما كنت أكد لكم على الكرسي. دوك خاوتنا عجبني بزاف البي تاع هذا طاب صالا مونجي، شوفو شحال خشين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله في الايادي اللي خدمت هذا التحفه خاوتنا. خاوتي هذا لاطاب صالا مونجي كيما راكم تشوفوا فيها، عندكم منا اون بوا هنا اون بوا في الوسط رايحه بالزجاج النوار في الثمن كراسه. ها لكم الكرسي تاعها، قلت لكم الكرسي تاع الايفون ياثر على كامل لاطاب صالا مونجي وعلى كامل المصنعين. شوفوا خاوتنا السعر تاع هذا طاب صالا مونجي هو 12 مليون 800، 12 مليون 800 وماشي مشكل. نساعدوكم في النقل تاعها بمناسبه شهر رمضان، رانا هنا خاوتنا ماشي كاع مشكل خاوتنا وحبابنا. دوكا رانا في الريتشوسي تاع محل اثاث الثقه كما راكم تشوفوا، الحمد لله خاوتنا غير لي موديل جدد، غير لي موديل جدد. وكاين دي موديل كيما هذا الموديل جيتار الان الاولى راهي
عاودت ولات بقوة الله يبارك خاوتنا. ها ليكم خاوتي، نبداو بهذا الموديل اللي راهو هنا في الويشاز باش نروحوا بالترتيب. كاين هذه خاوتي في الويشاز دخلت جديدة ثاني، شوفوا لاشيز تاعها، بالك أول مرة تشوفوا هذا الموديل، سير باللي أول مرة راح تشوفوه في محل أثاث ثقة. تفضلوا خاوتي، من طاب صالة مونجي اللي بزاف هايلة، شوفوا البي تاعها كيفاش مخدوم. والحاجة الشابة اللي عجبتني فيها على أنه مدعمة ثاني بواحد لي بي جايين قبالة هكذايا بزاف هايلين في الوسط كيما راكم تشوفوا خاوتنا. ميم لو كابيتوناج تاعها جاي عالي، جاي عالي خاوتي، خدمتو متقونة. شوفوا لو اتر، لو اتر بواو بزاف هايل خاوتنا، لا من ناحية الصحة لا من ناحية لافينيسيون. وراكم تعرفوا مش هنا اللي نجي نقول لكم هذه الحاجة خاوتنا. السعر تاع هذا طاب سالونجي ثمن كراسة هو 12 مليون و 812 مليون و800 متابعينا الأوفياء. خاوتنا نواصلوا نروحوا لطاب سالونجي جيتار اللي معروفة باللي كبيرة بزاف. حتى لطاب خاوتنا رايحة في الويشيز، بصح هي 6 كراسة كيما راكم تشوفوا فيها. هاوليكم لو كابيتوناج تاعها. تفضلوا خاوتنا شوفوا الكابيتوناج تاع الكرسي كيفاش جاي عالي، جاي بومبي. ولاشيز ثاني بزاف هايلة خاوتنا. الجيتار في الان راهي معروفة مخدومة فلامي، والسعر تاعها خاوتنا هو 12 مليون و800، 12 و800 راهي من اغلى اللي طاب الصالون مونجي في 6 كراسة هايلة بزاف. هذا لو ستيل واعر واعر. عندنا شحال حنا نخدموا هذا طاب الصالون مونجي، عندنا بزاف خايل هذا الموديل هو يدور هذا. غابت وعاودت ولات هايلة خالي. لا صناعة محلية الله يبارك، برودوي لوكال. وشفتوا كاع هذا برودوي لوكال عندكم خاوتنا. هذه الجيتار في الدو، شوفوا خاوتي كيفاش مخدومة. هاي ثاني واعرة خاوتنا، لا فينيسيون تاعها ما نحكي لكمش، بيان فيني. جيتار ان واش فيها؟ فيها هذا اللي ديزاين تاع فيرساتشي اللي هنايا، هذه جاية سامبل، حاجة بلو سامبل اللي حاب لا سامبليسيتي. لو ميم بري خاوتنا، نفس السعر، دير 12 و800، دير 12 مليون و800. لاشيز تاعها، تفضلوا خاوتنا نشوفوا الكرسي ثاني بلو سامبل، مخدوم انكليني. اكد لي على اللوح كيفاش جاي هكذا داير، خدمه ما شاء الله خاوتنا. ونروحوا الاقرب اللي طاب الصالون فرونجي ليا بالنسبه ليا. علاش؟ هذه هي خدمه استكراسه، هذه هي في البي كاري كيما راكم تشوفوا فيها. شوفوا البي تاعها الله يبارك، شوفوا البي تاعها الله يبارك. اون طابل صالون فرونجي في ستيشيز ما تطلبش كاع هكذا بي، ولكن المصنع هذا ما يبخلش في السلعه، ما يبخلش في الاثر. خاوتنا شوفوا مخدومه بالزجاج تنتي في السامبل، ما تقعد تخمم ما والو. ها ليكم لو كابيتوناج تاعها، ما مارون ما بيج، خدم لك هنايا مخلطه مارون بالبيج. لاشيز كيما لاشيز تاع الايفون، حاجه في الصوليد خاوتنا. السعر تاع هذا طاب صالون مونجي هو 10 ملايين و800، 10 مليون و800. ومازال كاين دوطر موديل خاوتنا، ما كاش غير هادو. تابعونا حتى نهايه الفيديو ونزيدو نشوفو مع بعض لي طابل دو كويزين. الفيديو تاع اليوم واعر، كثروا لنا لي جيم ولي كومونتير ولو بارطاج لو ماكسيموم، هكذا احبابنا. بارك الله فيكم خاوتنا. نواصلوا في لي موديل تاع لي طاب صالون مونجي. كاين هاد لي دو موديل وكاينه وحده في ستيل ماروكي، دونك نروحو نشوفوها خاوتنا. كيما راكم تشوفوا هذا نوفو موديل، شوفوا الفوق كيفاش مخدوم، مخدوم هنا ستيل فلامي في قاعدة زجاجية في الناتور كيما راكم تشوفوا فيها ترونسبارونت. بي تاعها ثاني طري سوليد، والله شيز بزاف واعرة. الموديل واعر هذا خاوتنا، هذا الموديل واعر. هاي جبتها لكم شغل مازال ما دخلش الحانوت، اتحطت لهنا دوك شوية تدخل. موديل ستيل ستيل هايلة بزاف، هذه في اللايف نحوس نشوفها الفوق باينة إن شاء الله بإذن الله. شوفوا لاشيز كرسي واعر، خدومة فلامي. والسعر تاعها خاوتنا دوك نشوفوه مع بعض، هذه آترا السعر تاعها هو 11 مليون و800، 11 مليون و800، تستاهل أكثر. ولكن ليكم متابعينا الكرام تستاهلوا دي بري ونزيدو نساعدوكم. كابيتوناج في الكري هايلة هايلة. عندكم خاوتنا هذه هي في الكاتشيز كيما اللي شفناها الفوقا في 6 كراسة، السعر تاعها خاوتنا في السيشيز شفناها ب 9 مليون و800، وفي الكاتشيز خاوتي كيما راكم تلاحظوا فيها الآن السعر تاعها 8 مليون و800، وليكم متابعينا الاوفياء بسعر 7 مليون و800 برك 6 مليون و800. هاي ليكم خاوتي لاشيز تاعها ثاني وخدمة كيما الفوقانية بزاف هايلة. دوكا نروحو لواحدة أخرى في لو ستيل ماروكان، راهي هنا. هاي ليكم هذه راهي بروموسيون،
هذه تاع رمضان خاوتي، هذه ما عندي ما نقول لكم. استكراسة السعر الأصلي تاعها هو 12.800 12.800 السعر تاعها هو 12.800 وليكم متابعينا الكرام متابعين أثاث الثقة بسعر 8.800. شوف الله يبارك عمال أثاث الثقة خويا أمين كامل، خويا بغداد، خويا هيثم، والعمال داخل خليل عبدون كريم بلال. الله واش نقول يا خويا، لازم لي ليستا، لازم لي ليستا. هذه هي رانا هنا نساعدوه ماشي هي مشكل. هذه قلت لكم 8 مليون، وانا نقول لكم خاوتنا 8.5 مليون مرحبا بكم، رانا فاتحين بالجمعه ليكم. هذه هي نزيدوا نواصلوا خاوتي. دوكا بعد ما شفنا ايطاب صالا مونجي نروحوا ليطاب دو كويزين. هذا الفيديو تاع رمضان خاوتنا، هذه استكراسه خاوتنا ثاني في البوائط. السعر تاعها هو 5.8 مليون. لاش استحى ثاني خدمه كابيتون. نواصلوا خاوتنا في لي طاب دو كويزين. اخ امين يرافقني بيان سور، نزيدو نشوفو دوطر موديل تاع لي طاب دو كويزين خاوتنا. اخ خليل واش راك؟ السلام عليكم. لاباس بخير صح؟ لاباس بخير برك. غدوه الجمعه رانا نخدمو خاوتي العزاز، راك في اثاث الثقه. هذا الثقه جوده تستحق الثقه. الحمد لله يا ربي خويا خليل. خاوتنا نواصلوا في طاب دو كويزين. عندكم هذا لو موديل ثاني في المارو، هذه مخدومه ستيل طاب صالامونجي كيما راكم تشوفوا فيها. خاوتنا السعر تاعها بزاف هايل، شحال شحال؟ 4.8 مليون 4.8 مليون. مخدومه لهنايا ثاني كابيتوني. شفنا ميم دي طاب صالامونجي في هذا الستيل تاع لاشيز في الاتر. واعرة هذه، هذه تاع كوزينة في رمضان. كوزينة وسيرتو إذا كانت عندك كوزينة مفتوحة ولا هايلة بزاف. 4.8 مليون برك في الآن. نزيدو نواصلو خاوتنا في طاب دو كويزين. كاين الخير خاوتنا، الخير يدهش. ها عندكم هذه ثاني، هذه واش نسموها، طاب دو كويزين، طاب صالا مونجي. سقسي لي أحسن، سقسي لي أحسن، سقسي. هذه واعرة، هذه واعرة خاوتنا. هذه شابة بزاف خويا عبد الرحمن. سيرتو الكرسي تاعها، وريهم الكرسي. كرسي بزاف هاي، مخدومة كابيتوني. بيان فين هذا؟ طاب دو كويزين هذا. واعرة واعرة، تحسب طاب صالا مونجي، خدمتها بزاف متقونة. خاوتنا السعر تاعها لا طاب دو كويزين هو 6.8 مليون 6.8 مليون. اللي عنده كوزينة مفتوحة شباب بزاف، نقعد عندها 10 دقائق ما نكرهش. وعندكم خاوتنا هذه ثاني في هذا الستيل كما شفناها في الكلير، هذه راهي هنا في المارو. عليكم خويا عبد الرحمن. خاوتي السعر تاعها هو 5.8 مليون 5.8 مليون. شباب بزاف هذه خويا عبد الرحمن، هذه نوفو موديل وروعه عبد الرحمن. بارك الله فيك خويا. 5.8 مليون. عندكم ثاني هذه في الكلير كيما راكم تشوفوا فيها 5.8 مليون خاوتنا. 5.8 مليون ماشي مشكل. شوفوا خاوتي اثر هايل هايل. 5.8 مليون متابعينا الاوفياء خوتنا، الفيديو تاع اليوم كان رائع الله يبارك. شوف السلعه تجي منا كيما هذه تاع مولاها، هذه استكراسه ونجيبوا منها خوتنا ماشي مشكل كاع. مساك الخير ارواحو ماشي كاع مشكل. نشكركم خوتي. اي ولي السلام عليكم. واش راك ولي؟ خويا لاباس بخير صح؟ لاباس. رانا هنا في محل اثاث الثقه ودائما نجدد عبد الرحمن. هذه هي، هات ندخلوا نوروا لهم الماتيريال. الله يحفظك. هنا سهولنا اخ عبدون، اخ عبد السلام الرشيد. هاي هانو لهم اخ وحيد، الله يحفظك وحيد. صحة وحيد من تحت تزوج وحيد. ما قالوش بربح عليه خونا. واش راك لاباس؟ الله يحفظكم الله يبارك. خوتنا شوفوا الخير. هاي اخويا وليد وري لهم، وري لهم ما كان لا تجبد، وري لهم يشوفوا. هاي اخ متاعهم تاع الله شافوا وتاع ثاني الفيديو تاعي شوفوا. رانا هنا الاخ عبد الرحمن. الله يبارك الله يبارك. نعم احنا الثقه الله يبارك. تشوفوا غير التوحف وتشوفوا جديد ونقصروا مع بعض وماشي مشكل. خوتنا ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو جدد، في افكار جديده وفي فيديوهات رائعه باذن الله. ابوني وابوني وتشوفوا غير لافير معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.